سلامات، تحياتي. من أين لكم هذا؟ من أين لكم هذه الآلام في العمود الفقري، سواء في الرقبة أو المنطقة الصدرية أو أسفل الآلام أسفل العمود الفقري؟ من أين لكم هذا اللي بحكي لي جينات؟ هذا مش في الجينات، الجينات ممكن يكون بعض التأثير عليها في بعض المشاكل، بس بالنسبة للعمود الفقري هي شغلة نظام حياتي أكثر منها جينات. بتكل العنصر التغذوي والغذاء والسموم هذه والسكر والزيت المهدرج ومش عارف ايش، لا هذه نسبة مش مشكلة كبيرة انها تأثر على آلام حادة او آلام في العمود الفقري، يعني إلها دور بس دور بسيط. طيب من القعدة الطويلة اللي بقعدها، الوقف، القعدة على الكمبيوتر، حنية الراس، هذا هو جزء كبير بشكل من هذه الأسباب. من الحمل الخطأ، سواء شغلي أو سواء وأنا واقف على المطبخ وقاعد حاني حالي وبحرك حالي في حركات في وضعية الانحناء، هاي كمان شغل. ففي هاي الحالة هذا بيكون له تأثير كبير على هذه الآلام اللي بكل العمر يا دكتور. والسن، العمر والسن ما له يعني علاقة كبيرة في هذه الآلام. صحيح مع العمر ومع السن بنشعر في هشاشة أكثر، ضعف أكثر في العضلات، جفاف في الغضاريف، انحناء في القامة شوية، بس هذا مش عامل رئيسي ممكن يؤدي لهذه الآلام. يعني واحد 85 سنة وما شاء الله ولا عمره شكى من الآلام اللي في العمود الفقري. هلا اذا في هاي الحالة يعني في امراض معينة بتصير طبعا، هذه بس نسبتها قليلة، زي انكلوزنج سبونديلايتس، زي سبونديلوسيس في الفقرات، او انزلاق الفقرات مش الغضاريف، انزلاق الفقرات. امراض بتكون في حالات بيكون في عندنا امراض مناعية مزمنة زي الانكلوزنج سبونديلايتس، وبصير عملية انحناء في المنطقة الصدرية وهي بتؤدي للآلام وللخشونة. بس العامل الرئيسي لآلام العمود الفقري وسببها اللي هي عدم تحريك العمود الفقري في حركاته الطبيعية، يعني انه في عنا خشونة، يعني في عنا تصلب، يعني في المفاصل عنا فيها صار تغيرات وصارت هي كمان تألم، العضلات صارت تألم، كل الأغشية المحيطة في العمود الفقري بتصير تعطي آلام. وكمان إذا بنحكي عن الديسكات، بنحكي عن الغضاريف، انزلاقات غضروفية، ضغط على العصب سواء في منطقة الرقبة، سواء في منطقة الصدرية، سواء في منطقة أسفل الظهر. فالعامل الرئيسي اللي هو عامل حركي. طيب العلاج لأي مشكلة في آلام العمود، آلام الظهر، يعني تتقسم لعدة خطوات من العلاج. هلا بغض النظر عن المشكلة وأسبابها وليش وكذا، بعطيكم العلاجات اللي بتمشي مع كل الحالات هذه بغض النظر شو هي. أول شيء طبعا أخذ القام الصح والوضعيات الصح، أثناء الجلوس، أثناء الوقوف، أثناء النوم، وضعية منبسطين على ظهرنا وعلى جنبنا، حاطين مخدة كويسة اللي تحفظ الانحناء هذا للرقبة، مخدتين أو مخدة بين جرينا بين ركبنا وإحنا نايمين، أو تحت ركبنا إذا نايمين على ظهرنا، لما نقعد على المكتب وخصوصا لفترات طويلة نحط مساند لأيدينا بحيث نخفف الضغط على الرقبة على أسفل العمود الفقري، نضلنا نتحرك كل ربع ساعة ثلث ساعة، نوقف نعمل التمارين هذا اللي لورا، نتحرك حوالين المكتب، نعمل بأعمال وإحنا نمشي. هذا كله أساسي لأي حالة، أي حالة بتمشي عليها هاي الإجراءات. الشغلات التانية اللي حتمشي عليها اللي هي المياه، سواء أخذ حمامات مياه ساخنة لعملية التليين وتخفيف الآلام، أو أخذ حمامات مياه باردة كمان حتخفف الآلام بشكل حاد وحتعمل عملية تنشيط. يعني الحرارة كويسة والبرودة كويسة، كمادات المياه الساخنة كويسة، كمادات المياه الباردة كويسة، يعني هذا بتنفع وهذا بتنفع. البارد أكثر بنستخدمه مع الحالات الحادة اللي فيها آلام حادة، بنحط لنا ربع ساعة الكمادات المياه الباردة هذه وبنشيلها، وكل ساعتين ثلاثة بنرجعها. الحارة ممكن نستخدمها إن شاء الله كل ساعتين قبل التمارين، هاي مطلوبة.
شو الشغلات كمان اللي بتنفع لكل الحالات بحيث تخفف الآلام؟ المساج، المساج بتكون تعملوه فبيمشي مع كل حالات العمود الفقري وحيريح، لأنه بنشتغل على العضلات، على تنشيط الدورة الدموية، على تخفيف الآلام بشكل حاد بعد عملية المساج على المنطقة المؤلمة، سواء أسفل الظهر أو الرقبة أو الأكتاف. شو اللي بده يخفف الآلام لكل الحالات هذه بغض النظر هل هي ديسك، هل هي انزلاقات في الفقرات، هل هي انكلوزينج سبونديلايتس أو هي تشنج عضلات. نوعية الزيوت اللي بدنا نستخدمها في المساج، إذا بنعمل زيوت من هالخلطات اللي بنحط لكم إياها هذه كمان بتنفع لكل الحالات. شو كمان بده يمشي على كل الحالات يا دكتور كشغلات علاجية غير الشغلات هذه؟ طبعا النقع في المياه الساخنة او المياه الساخنة يعني في البانيو مع اضافة الاملاح والخل والاستلقاء فقط لمدة نص ساعة، هذه وصفة هتنفع للجميع وهتخفف الالام عن الجميع، وصفة بسيطة. هلا هدول الطرق كلها اللي حكينا لكم اياها هذه بتشكل 30-40% من العلاج، وباقي العلاج اللي هو الحركات العلاجية. هلا الحركات العلاجية ما بتمشي تكون عامة، ما بقدر أقولكم رقبتكم بتوجعكم بدكم تعملوا الحركات هذه، أو عندكم انزلاق وظروفي اعملوا التمارين هذه، أو هذه التمارين بتمشي على كل ألامكم. لا، التمارين لأنها بتغير وضعية المفاصل، بتغير وضعية الانزلاقات، يعني يا بيزيد الانزلاق يا بيخف الانزلاق إذا بعمل حركات معينة، والتمارين خطرة ولازم تنعمل بشكل مدروس وحسب الحالة بالضبط، لأنه هذه حركات صعبة وإذا انعملت بشكل خاطئ بتجيب نتائج خاطئة. فدايما الشغلات العامة مش مشكلة هتخفف، اللي هي بتشكل كلنا 40-50% من العلاج، العلاج اللي بده يعطيك 50% التاني من الشفاء اللي هي الحركات العلاجية، اللي هي لازم تكون معمولة حسب الحالة بالضبط وحسب العمر وحسب الشخص وكديش تسوي في اليوم وأكم من يوم وأسبوع أسبوعين، وإذا عملتها خلال يوم يومين بصير عندك الأعراض كذا، إذا صار عندك الأعراض كذا بتكمل بالطريقة هذه أو بتغير التمارين. يعني التمارين لازم تكون مدروسة، القصد ما بعمل أنا أي تمرين بشوفه، لازم التمارين الهدف منها انها تقوي، انها ترجع اصطفاف الفقرات، ترجع اصطفاف الغضاريف لوضعها الطبيعي. هلا اللي بدها ترجع الاصطفاف الغضاريف اذا انزلاقات وظروفية في هاي الحالة بدها عملية التكرارات، هاي لازم تكون موجودة يعني كل ساعة. احنا ما بنحكي عن احنا بنحكي عن حالات بتتطلب انه نلتزم 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 في العلاج، لانه هاي حالات علاجها قصير. احنا بنحكي عن الانزلاقات الغضروفية اللي هي اصعب حالات، هاي العلاج تاعها بيكون قصير المدة، قصير المدة يعني خلال من 3 ايام لاسبوع المفروض انه يكون في تغير كبير في حالة المريض، الالام تكون رايحة، تكون مرتفعة من ايدي او من اجري ورايحة على العمود الفقري، معناته تحسن، يكون يعني سيطرنا على الالام بشكل كبير خلال 3 ايام لاسبوع، وفي بعض الحالات النتيجة بتيجي مباشرة بعد عمل حركة صح بنعملها وبنحس انه الاعراض كلها طلعت من الاجرين او طلعت من الايدين راحت على الرقبة. في هاي الحالة احنا بناخذ نتيجة سريعة بس بمجرد عملنا حركة واحدة. هلا بقاء النتيجة هذه في وضعها الصح وانه الالام تظلها رايحة، يعني نرجع الغضروف لوضعه الطبيعي، هاي مش مشكلة، بنعمل حركة بنرجع الغضروف لوضعه الطبيعي، بخف الضغط نوعا ما عن العصب شوي شوي فبتروح الالام. هلا المشكلة الثانية كيف انا بدي اخلي الغضروف هذا اللي رجعته لوضعه الطبيعي محله، وهذا بيجي دور التكرارات والوقاية، وان كل ساعة لازم اعمل 10-15 مرة الحركة هذه لمدة 3-5 ايام اللي هي المدة الكافية انه يرجع يصير في نوعا ما بداية التئام حوالين الغضاريف المنبعجة فقط،
ويصير في عدم سلاسه في انه الغضروف يضل يرجع يطلع لبرا ويرد يضغط، لانه هعمل حركات شوي بسيطه هيك وهيك، يعني مش حدير بالي 100%. في هاي الحاله انا عشان ازيد امكانيه التئام الجرح هذا اللي موجود وقف ظهرنا، لازم التزم، لازم اكرر التمارين هذه، لازم اتحمل شويه، بس النتائج زي ما حكيت لكم مضمونه على السريع، لازم تحصلوا فيها. اذا انا كان عندي انزلاق غضروفي وقعدت اسبوع ماشي على طريقه معينه في العلاج ومش شايف اي تحسن في هالحاله، اذا بدنا نعيد التشخيص. ممكن التشخيص يكون خاطئ، او نعيد التمارين، او نشوف تمارين تانية اللي تجيب لنا نتيجة. بس النتيجة لازم تيجي، لازم تيجي من 3 أيام لخمس أيام اقصى حد المفروض تشعروا في تغير، اقل شيء 50%. غير هيك راجعوا حالكم وراجعوا الحسابات وراجعوا لحالكم من اين لكم هذا، وبلشوا صححوا في الامور اللي سببت هذه الآلام. شكرا لكم، تحياتي.